واختلف أهل العلم هل هذا حصل ولا ما حصل، وقع ولا ما وقع. هذه إشارات الساعة الصغرى، بعضهم قالوا هذا حصل في خلافة عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن كنوز كسرى، كنوز كسرى. فقال عوف بن مالك: يا رسول الله، كسرى بن هرمز يعني ملك فارس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمزان ملك فارس. ولما فتحوا بلاد فارس يعني كانت هناك غنائم كثيرة، أموال كثيرة. قالوا هذا حصل في خلافة عمر، بعضهم قال كان في خلافة عثمان، كان فتوحات كثيرة وكان غنائم كثيرة، وبعضهم قالوا في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة كذلك، لأن كان الرجل في خلافة عمر بن عبد العزيز المال فاض، حتى كان يخرجون صدقة ما يجدون أحد يقبل الصدقة من كثرة الأموال في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. كذلك بعضهم قال أن هذا سيكون عندما تخرج نار من قعر عدن، من بحر حضرموت كما سيأتي إن شاء الله، من قعر عدن تخرج نارا تسوق الناس إلى أرض المحشر إلى الشام، والناس كل واحد يترك أمواله، يدع الأموال ويمشي إلى أرض المحشر يترك أمواله خلفه، لأن الأموال تثقل عليه، قالوا في هذا الوقت. وبعضهم قال أن هذا سيكون في بعد نزول عيسى عليه السلام، لأن لو نزل عيسى وقتل الدجال كما سيأتينا إن شاء الله، فحينها الأرض، لأن لا يبقى عليها إلا المؤمنون، فالأرض حينها تخرج بركاتها، الأرض كل ما فيها من البركات تخرجه، حتى أن الرمانة تكفي أهل البيت، يعني تكون الرمانة كبيرة وكل ما نزعت البركة صغرت الفواكه، هكذا حالنا. فبعضهم قال في زمن عيسى، بعض عيسى بن مريم عليه السلام، وبعضهم قالوا عندما تخرج النار، وبعضهم قال في خلافة عمر بن عبد العزيز، وبعضهم قال في خلافة عثمان، وبعضهم قال في خلافة عمر. المهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإفاضة المال، كثرة المال ذهبا وفضة. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد، وللحديث بقية إن شاء الله.